يقول كثيرا ما أتلو أثناء إقامتي للصلاة وقراءتي للسور القرآنية سرا، ولكنني عندما أجهر بصلاتي أكون أكثر خشوعا وانتباها، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. الجهر صلاة بالقراءة بالصلاة محله صلاة الليل، وأما صلاة النهار فإنها تكون سرية، يسر فيها بالقراءة. فإذا كان في صلاة الليل سواء كانت فريضة أو نافلة فإنه يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الرباعية ومن الثلاثية، أو إذا كانت الصلاة ركعتين في صلاة الفجر أو نافلة فإنه يجهر فيها بالقراءة، هذا أفضل. ولو قرأ سرا فلا بأس، ولكن الجهر بالليل أفضل، إلا إذا ترتب على جهره محذور شرعي، يعني يشوش على من حوله، أو يكون عنده من هو بحاجة إلى النوم وينكد عليه نومه، فإنه لا يجهر بالقراءة في هذه الأحوال من أجل تلافي هذا المحذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.